أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائدة الأعمال الصغيرة الآنسة ياسمين من بولسيرا. أهلا ياسمين. بحضرتك. بداية مرحب فيكي معنا من ABC وبرنامج رواد الأعمال. نتمنى بالبداية تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع البزنس. في البداية أنا اسمي ياسمين والأونر للأونلاين بزنس بولسيرا. أنا كانت بداية البزنس كانت عبارة عن فكرة أني أنا أقدم أسوارات تكون على المدى الطويل ماشية مع الترند ومتماشية مع الحاجات اللي موجودة في نفس الوقت، وأغلبها المستوحاة من الطبيعة. وأنا بدأت المشروع ده مش من كتير، من شهر 10 وتحديداً تاريخ 10/10. ياسمين، ممكن تخبرينا وتخبر المشاهدين شو هي المنتجات اللي تميزت فيها بولسيرا، وشو كيف تغلبتي على المنافسة في دولة الإمارات؟ أنا اللي أظن بيخليني أختلف عن المنتجات الثانية أنه طبعاً جودة الحاجات اللي أنا بستخدمها من الخرز والمعدن اللي بستخدمه في صنع الأساور، وطبعاً أنا بخلي فيه سماحية لأي كاستمايزيشن من ناحية السايزز، الديزاين، الألوان، فأنا مخلية عندي سماحية كبيرة جداً للمشتري أنه هو يتحكم في الأسورة، بس في حدود أنه تكون الديزاين مش مختلف كتير عن اللي أنا بقدمه، عشان أنا عندي زي خطة معينة بحيث أنه أخلي الديزاينات كلها تقريباً مشابهة لبعض بس في نفس الوقت فيها تنوع. ياسمين، بدنا تخبرينا بجانب خبرتك الرائعة في صناعة الاكسسوارات، كيف شو خدماتك أو شو تميزاتك الأخرى؟ من ناحية التميزات الأخرى، أنا تعلمت طبعاً كل حاجة بنفسي وعن طريق أن أنا بشوفت البيزنس الثانية بتعمل إيه، وطبعاً حاولت أن أنا أحاول أخلي زي صورة لنفسي أنا بالضبط، أنه أقدر أوجه للناس أنه ده تصميمي أنا، ده الحاجات اللي أنا عاملها. فعملت أنه كولكشنز مثلاً تكون بأسامي شوية جاذبة للناس، وأسامي تكون لها علاقة بالطبيعة قدر الإمكان، لأنه أنا مش عايز أبعد عن الوجهة دي، وانه تكون برضو عصرية ومتناسبة انه البسها ككاجوال او كفورمال مش هتفرق، لانه الديزاين يكون كله بشكل عام انيق يناسب كل المناسبات. ممكن تخبرينا شو خدمات بولسيرا الاخرى غير الاكسسوارات؟ انا لحد دلوقتي لسه ملتزمة بس انه بالتركيز على الاكسسوارات، لكن انا ممكن فيما بعد انه اقدم اكسسوارات تانية مختلفة، ولسه انا بشتغل على الموضوع ده من ناحية الخواتم والسلاسل، وفي حاجات تانية من ناحية مثلا البروش اللي بينلبس وكده، بس انا لسه بشتغل على الموضوع ده عشان احاول قدر الامكان اقدم احسن صورة للحاجات دي. بالاضافة الى البزنس طبعا انا بقدم خدمات خاصة من ناحية تنظيم الايفنتات او التصوير، او انه كمان التصميم الجرافيكي للبزنسز من ناحية الاعلانات واللوجوز وما الى ذلك. ياسمين، أنت كرائدة أعمال صغيرة في العمر، شو بتنصحي شباب الجيل الجديد وشو تطلعاتك للمستقبل؟ أنا بنصحهم إن هم أهم حاجة طالما السوشيال ميديا هي اللي متاحة العالم دلوقتي، إنه يركزوا عليها قبل ما يفتحوا أي بزنس، يشوفوا إيه اللي موجود وإيه المنافسين. وطبعاً في حاجات كتيرة متعلقة بالسوشيال ميديا، إنه إزاي أنتج فيديو أو إنه فيديوهات تسويق تجذب الناس، مش إنه هي مجرد فيديو أعرض فيه المنتج وبس، عشان أضمن إنه أحقق الرسالة اللي أنا عايزة أوصل لها، سواء كان إنه مشاهدات معينة أو زيارات للموقع الطلب أو مبيعات. فأهم حاجة إن هم يشوفوا إيه الطرق الجديدة اللي ممكن أستخدمها بعيدا عن بس الجوجل أو الموقع اللي أنا بشتري منها الأكسسوارات. خطتي المستقبلية إن أنا أحاول أوسع مشروعي بحيث إنه يكون التوصيل worldwide العالم كله، وكمان إنه أفتح فروع branches في العالم كله إذا إن شاء الله استطعت، وبحيث إنه يكون كده المنتجات بتاعتي توصل للناس أسرع وأقرب، ويكون الجميع كله عنده access للمنتجات بتاعتي. بالنهاية بدنا تخبرينا وتخبري كل المشاهدين بيتابعوكي حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع بولسيرا. طبعا انا عندي الايميل الخاص بالبزنس ياسمين بولسيرا، او عن طريق الانستغرام او التيك توك باسم برضو بولسيرا باسم البزنس، وكمان في رقم التليفون 050-630-9958. شكرا جزيلا ياسمين، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا لحضرتك.
إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.